انتخابات؟ هنا؟ ايوه في البيت؟ ايوه ماما. يا نهار اسود يا نهار ابيض. وهي من امتى الابوه دي الانتخاب؟ لا الابوه دي حق فطري، احنا ما بنتكلمش على الابوه، بس في فرق بين الابوه والاداره، يعني دي حاجه ودي حاجه. وانتوا موافقين على الكلام ده؟ انا والله اول مره اسمع الكلام ده. اكيد مروان بيهزر. لا والله يا عمتي انا بتكلم بجد. ايوه ليه لا، احنا نعمل انتخابات على منصب مدير البيت، هو اللي ياخد القرارات المهمه ويلبي رغبات المقيمين فيه ويحقق مطالبهم. يعني اختلف معاكم تدوروا على اب غيري؟ ايه ده؟ لا لا يا مختار، احنا قلنا قبل كده الابوه حاجه والاداره دي حاجه تانية خالص. ومين بقى اللي هيرشح نفسه لهذا المنصب الجليل؟ محدش ياخد مكان ابويا، انا هقلقه. والله يا بابا انا ما اظنش حد في اخواتي هم مصلحته الشخصيه، كلنا هممنا مصلحه العيله، عشان كده احنا كل سنتين هنختار الاصلح لاداره البيت بشروط واضحه للتصويت، هنصوت كلنا ونشوف الاغلبيه مع مين. دي ايه بقى؟ ايه يا حبيبي؟ دي الديمقراطيه يا بابا. يا سلام. مالك يا حبيبتي؟ لا مفيش، كنت بدور على كريم الوش بتاعي مش عارفه هو فين. في حاجه؟ لا خالص. طب يلا بسرعه بقى قبل ما يرجعوا المدرسه ويشبطوا فين. هما كلهم يومين. معلش ما انت عارفه بقى كل تفاصيلهم معاكي، مرتبطين بيكي قد ايه؟ احطلك ده عني؟ لو سمحت. طيب بكره هيكبروا كل واحد فيهم هيعتمد على نفسه، بعدين احنا مش هنعيش لهم العمر كله يعني. يا ستي ربنا يطول في عمرنا لحد ما نوصلهم لكرسي الوزاره. وزاره مره واحده؟ ايوه طبعا. السيده منى مختار ابو المجد وزيره العدل، السيد السفير مروان مختار ابو المجد وزير الخارجيه، السيده مايا مختار ابو المجد وزيره الشباب والرياضه، السيد مازن مختار ابو المجد وزير الاتصالات، السيده منى مختار ابو المجد وزيره البيئه، السيد مصطفى مختار ابو المجد وزير التموين والتجاره الخارجيه. يعني هتعمل مجلس وزراء صغير في البيت. امبراطوريه على حرف الميم. امبراطوريه المجانين. امبراطوريه مختار ابو المجد. ربنا ما يحرمنيش منك يا ميسون. انت الميزان بتاع البيت ده. عارفه كده ولا لا؟